السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أبنائي بناتي إخواني أخواتي، أشكركم جزيل الشكر ومرحبا بكل الأصدقاء الجدد اللي انضموا لهذه القناة. نبدأ اليوم مباشرة الآن بصفحة 70 كما وعدتكم. ألوغ عندنا سيكونس أون أكتيفيتي، هي النشاط. عندنا النشاط الأول جو مي ليغومي أو بون أوندروا. ألوغ كيفاش نديرو ليغومي أبنائي؟ شوفوا كي تعود الكلمات اللي تمهيدية، اللي قلنا الكلمات التمهيدية كي تكون من الأول، نحلو ليغومي على الأول ومنغلقو للأخير، فهمتوا؟ وكي تعود الكلمات باردون، وكي تعود ليغومي تجي على الأخير، نبداها في النصف هنا ونبداها من الأول ونرجعها للنص، فهمتوا؟ مثلا هنا عندنا أو دي لو ماتر ألي بارون كو جو جو بيان دو لا فلوت. شوفوا هذو كامل قالها لو ماتر. هذا يا اكسكلاماسيون دي لو ماتر. شوفوا هذه كامل حتى لهنا حتى الأخير، لأنها الكلمة أنت اللي تدخل لنا باردون لي لو فيرب انتروداكتور. ها وين جا؟ جا الاول عندنا دي. هنا لو فيرب انتروداكتور جانا هنا في الاخير. الوغ سا فو دير نبدا نحل ليغومي من الاول حتى لهنا. هذا كامل الكلام قالو لو غونار، فهمتوا؟ هنا تو اي لو فينيكس دي زوت دو سو بوا فلات. فلات يعني كيما نقولو حنا قاعد يشكر فيه ويمدح فيه. ولا الوغ هذه من كلمات لي انتروداكتور لي مو انترو لي باردون لي فيرب انتروداكتور. هذه فلاتي، اذا هنا فلاتي ها هي كيعني الكلام هذا اكل. هذا هو الاول اللي نديروه هنا، خلص هذا كامل الكلام قالو وهنا خلص. هنا خلص فلات لو رونار. كي قال كي وصلنا لفلات الكلام وخلص، يعني راهو بدا من هنا. حلينا القوس وهاي المطه. لو ليون ا ريبوندو ici mais tu plaisantes. Le lion a répondu. منين جيها جات فتحنا الاقواس، فتحناها منا. علاش؟ باسكو هنا هام لي دو بوان. شوفوا مليح هام لي دو بوان، هنا دو بوان نقطتين. الوغ هنا بدا الحديث وين النقطتين وهنا يخص. اوكي، يعني كي نلقاو الكليمو لي فيرب انتروداكتور نلقاهم على الاول، نفتح القوس من الاول ونقفلو على الاخير. كي نلقاه كيما هنايا لقيناه الاخير، نفتح من الاول ونقفلو عندما نلقى لو مو هذاك لو فيرب انتروداكتور. نلقى دي ولا ديكلار ولا ريكلام ولا دوموند ولا فلات ولا افو، غيرها من الكلمات كامل كي نلقى هاد لي فيرب كامل هنا نغلق. الوغ هنا نبدا هنا نفتح هنا القوس. او دي لو دي متر الي بارون كو جو جو بيان دو لا فلوت. خلاص هذه كامل قالها لو ماتر الي بارون، تسمى هذه كامل مع بعضها. الوغ هنايا جو في لاترابي اي جو لافال دي لو رونار. هنايا جو في لاترابي، هنا تبدا الكلام من هنا حتى لافال. هذه دي لو رونار ما ندخلوهاش في القوس. تو اي tu es le phénix des hautes de ce bois. Flatte le renard. يعني شكر قاعد يمدح فيه. الوغ الكلي اللي بدا هذا الحديث يبدا منا حتى لهنا، خاطر شدي هذه ماهيش داخله في الحديث، وهذه دي ماهيش داخله في الحديث، وهذه فلات ماهيش داخله في الحديث. الوغ هنايا لو ليون ا ريبوندو. واش قالوا؟ لو ليون اجاب. واش اجاب؟ قال لهم باردون توا مي تو اي مي تو بليزونت. ها واش قال؟ نقطتين، نفتح الاقواس، نكمل الكلمات ونقفل الاقواس. maintenant je passe à l'exercice numéro 2. je choisis les verbes introducteurs qui convient à chacune des phrases suivantes. عندنا عطاونا 3 فيرب وانا نخير الفيرب اللي يصلح. لو ليون عندنا قال اوردون ولا ميغمور ولا افو. اوردون يامر، ميغمور يوشوش، افو يعني يصرح. que l'on retrouve immédiatement le voleur. يعني قال باش نلقاو بسرعه السارق. الوغ هنا لو ليون اسك راهو يمغمغ يعني يقول بالعقل ولا يصرح. راهو يامر اوردون. اوكي،
كي هاي اوردون لو رونار برومي كونساي مغمون يعني يتمتم كونساي باردون ينصح وبرومي يعاهد او كوربو للغراب دو نو بلو ايكوتي ما عادش يسمع لي فلاتور اللي هما اللي يمدحوا واللي يتملقوه الوغ هنايا لو رونار واش قال لو كوربو ما تزيدش تسمع للناس اللي تمدح بزاف اذا هنا نصحه كونساي لا بونتير ديكلار غروني ادمي كو لو رونار اي انتيليجون لا بونتير اللي هو الفهد اسك ديكلار اعلن ولا صرح ولا غروني يهضر بخشونه وبقوه ولا ادمي يعني يعترف باللي لو رونار بلي فعل براهو انتيليجون الو هو يعترف واقر وصرح اذا ادمي لا سيغال شوشوت سوبلي ولا انتيروج لا سيغال اللي هي البلارج شوشوت يعني تتمتم ولا سوبلي تسمى تحاول ولا انتيروج تسال لا فورمي دو لوي دوني ا مانجي الو حنا نعرفوا القصه نتاع لا سيغال لا فورمي النمله والصرصور هل الصرصور كان يخبر فيها يعني يشوشلها بالعقل ولا يحاول فيها ويسوبلي فيها ولا يتساءل يقول لا فورمي النمله باش تعطي له ياكل اذا هي كان يحاول فيها ويطلب فيها ويستجدي فيها باش تعطي له اذا سوبلي فول 3 je lis les phrases puis je remplace le verbe dire par celui qui convient حنا عندنا لو فيرب دير راح نغيرو ونحط في بلاصتو فاعل واحد اخر من عطاهم لنا هذو اونغرا يغلي يصرخ بروتيستي يعترض افوي يعترف مناسي يهدد فلاتي يمدح ويتملق الوغ برون غار دي لو رونار برون غار دي لو رونار هنايا راهو يهدد نكتبها لكم هنايا باش تبان لكم مليح 3 اكزرسيس نيمو 3 باس 70 الوغ هنا عندنا هنا راهو يهدد مناس il menace هنا مش مصرفه انا صرفتها menace il menace alors la colombe الحمامه ما سوفي de la noyade منعتني من الغرق دي la fourmi alors هنايا la colombe اعترفت لا اعترفت يعني avoué نقول avoue la colombe avoue تعترف va et que je te reprenne plus sur mon territoire اذهب ولن أجدك في أرضي دي لا بونتير دي لا بونتير قالت قال الفهد هل نقولوا يغل ولا يعترض بروتيستي ولا افوي هذه درناها صاي ولا مناسي يخيف ويهدد ولا فلاتي يتملق ايضا هي ذاك الاخر كان يهضر بقوه il hurle اوكي hurle la panthère هنايا C'est ce qu'on m'avait promis, dit la. هذا هو الشيء اللي وعدوني به يعترض بروتيست لان يعني هو قال لهم بلي انا ما بغيتش هكا هما اللي وعدوني تسمى عطوني واش وعدتوني عليه هنا يعترض على الشيء اللي جاه سي سو كون مافي برومي يعني هذا هو الشيء اللي كانوا يقولوا لي فيه كيفاش تسمى كيما نقولوا مثلا هذا الشيء قلتوا لي كيفاش شغل هما قالوا موش هكا Que vous êtes jolie, كم أنت جميل, que vous semblez beau, كم تظهر أنك جميل. دي لو رونا. واحد كيقول لك راك جميل ويقول السلطان أنت جميل, أنت عادل, أنت غني, أنت هنا راهو يمدح فيه يتملق فيه. يعني إل فلات. فلاتي يعني واحد كيعود يمدح في واحد بالكذب ولا بالصح. أوكي؟ كيعود واحد يمدح في واحد يتملق هو ويمدحه نقولوا فلات. Alors, Hamaki, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, Lula menace, Tania à vous, Tata hurle, Rabra à vous, proteste, Khamsa flat. Maintenant, on a l'exercice, l'exercice numéro 5. Exercice numéro 5. 4, normalement, je passe au 5. Je rétablis le dialogue de cette fable. يعني هذه une fable. قالوا نرجعوها un dialogue. رجعوها محادثة. J'utilise les verbes introducteurs. يعني les verbes هذو.
نستعملوا هاد الافعال انتيغوجي دوموندي ريبوندر ديكلاري اوردوني اكزيجي تيكسكلامي سيتوني ونستعملوا لي سين دو بونكتواسيون دو ديالوغ لي دو بوا لي غويمي لي تيغي الوغ هادو هما لي حنستعملوهم في القصه هذه يعني حنعاودو نكتبوها على شكل حوار راح نقرا لكم القصه ونشرحها لكم الوغ لو كول لو كوليبري Un gigantesque incendie, gigantesque ça veut dire grand, يعني كبير, grand. حريق, incendie هو الحريق, يعني le feu. Ravagea, يعني حطم ou أكل la forêt, اللي هي الغابة, affolé, يعني كانوا الناس affolé, يعني خايفين وهيجين. Tous les animaux, هما كل حيوانات s'enfuirent, يعني هربوا. هربوا, tous, sauf, هربوا كل سوف يعني ما عدا ان سول فرد واحد ان ايتونون بوتي كوليبري كوليبري الوغ سون غلاش بدون توقف فيزون لالي لو روتور يرايح جاي رايح جاي دو لا ريفيير او برازيي او برازيي من ال عفوا من La rivière est le Nahr, le brasier transportant une goutte d'eau ou his avec le قطره نتاع الماء في هذاك الفم نتاعو في الباك نتاعو في المنقار نتاعو pour la déverser باش يسيحها باش يضعها يفرغها sur les flammes باش يحطها على النار لي فلام هو النار كي تعود مشتعله immobile لا يتحرك sur le rivage لا يتحرك من هذاك لو rivage Les autres animaux supplièrent, كانوا هذوك الحيوانات الاخرى كانوا يحاولوا ويترجاو في هذاك الوازو اللي هو لو كوليبري اللي هو سيت وازو نوع من الطيور اسمه لو كوليبري قاعدين يقولوا له اريتي حبس حبس ces actions vouées à l'échec حبس من هذا الشيء ديره راهو رايح ماكش راح تنجح يعني راح يروحوا للعمليه اللي دير به ماشي راح تنجح راك ماكش تقدرش تطفي هذاك النار يعني لي شاك هو الخسران العكس تاع النجاح انديفيرون ما كانش مهتم الوغ زابيل لم يهتم لهذاك الحديث تاعهم والصراخ تاعهم لو كوليبري كونتينيا سور سا لونسي كان واصل على طريقه اي لي انفيتا ا سو باردون ا سو جويندر ا لوي كان عيط لهم وقال لهم تعالوا انتم ايضا معي اسو جوان دغالوي قال لهم ارواحوا ثاني انتم معايا باش يعاونوه باش يطفيوا النار اسي باغول الى هذا الحديث il sort de leur cachette خرجوا من المخابئ نتاعهم شاكا كل واحد دو اسامانيغ بطريقته الخاصه بدا يكافح ضد النار alors se mit à lutter contre l'incendie كيما قلت لكم l'incendie هو هو لو فو لو فو اللي هو الحريق الوغ كل واحد يستعمل طريقته الخاصه باش يطفئ الحريق الوغ شاكان ا سا مانيير بطريقته سمي بدا يقاوم لوتي يعني يقاوم ضد كونتر ضد لانسوندي والحريق لو فو اون ابورتون سا باغ بداو يجيبوا كل واحد القسط نتاعهم والجزء تاعهم من الماء ومن المساعده كل واحد بطريقته الخاصه كان جاب القسمه نتاعو ولابار نتاعو والجزء نتاعو من المساعده انسي وهكذا لا فوري في سوفي وهكذا الغابه نجات سوفي يعني نجات دابخي اون فابل امريكان يعني هذه القصه لا سوختها هي لا فاب الامريكان يعني خرافه امريكيه اذا هذه القصه هي قصه تدل على ان الناس ما لازمش يفقدوا الامل حتى ولو كان حريق كبير هنا يعني هذه هي رمزيه حريق كبير كي شافوه كل هربوا غير وازو ان وازو واحد
بقى ما وضرش الامل وما راحش الامل وبقى يهز هذاك الماء بالمنقار تاعو قطرات ويفرغ على الحريق قطرات يفرغ على الحريق. بقاو هذوك الناس الحيوانات اللي معاه قالوا له كيفاش نتايا راح جاي رايح جاي دوك تتحرق هيا تهرب هرب معانا وخلي النار تشعل. واش قال لهم لا لا ارواحوا كامل معايا نحاولوا كلنا كي بالاجتماع نتاعنا وبالاتحاد تاعنا راح نطفيوا النار. هذاك كي قال لهم هذاك الحديث اقنعهم كل واحد خرج من المخبأ تاعو وكل واحد عاون بطريقته الخاصه. اللي هز الماء بالذري تاع الديل تاعو هز واللي هز بالخرطوم تاعو هز واللي هز بالاخر واللي هز بالطرابيلو حل مثلا يعطيكم امثله الطرابيلو حل الحريق. ليسونسييل في الاخير ايزون فيني باغ انهم اطفأوا النار. هذه قصة تدل على التعاون اولا على الاتحاد والتعاون هذا التعاون يحقق المعجزات. كذلك الثقة في النفس واحد يثق في نفسه بانه يستطيع يفعل هذاك الشيء مش واحد يخاف ويهرب يقول انا ما نقدرش كل شيء لا. اذا فيها عبر كثيرة عبر عن التعاون عبر عن الثقة في النفس عبر على كثير من الاشياء. هذه هي يحاول كل واحد فيكم انه يكتب هذه القصة على شكل ان ديالوغ مستعمل لي فيرب انتروداكتور لي فيرب انتروداكتور اللي هما الافعال اللي هذو هما عندنا هذا لو هذا لو طابلو هذا حاولوا طرش استعملوهم في ليكريتور دو فوتر ديالوغ. انا جو زي اكسبليكي لو ديالوغ باردون ليستوار اسايي ديكريغ حاولوا تكتبوا. الوغ واش نقول لكم ابنائي بناتي السلام عليكم. قبل ما نقول لكم السلام عليكم خليوا لي تعليق على طريقه تدريب على القراءه. هذا التدريب على القراءه مش موجه غير ليكم ابنائي تاع سنه ثانيه لا لا هذاك التدريب على القراءه راه موجه لكل الفئات العمريه كسوسوا كبير كبيره السنه الاولى متوسط السنه الثانيه تيرمينال اللي قاعده في الدار طول ومازال ما عندهاش ما توفقتش باش تقرا راه ولا 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 كذلك اللي ما توفقش باش يقرا ولا اللي ما دارش لاباز واللي ما دارش لاباز ولا تاع السنه الثالثه ابتدائي. هذيك الطريقه تاع التدريب ابنائي باش يكون في علمكم راهي مش موجهه غير السنه الثانيه متوسط انتبهوا واش راني نهضر راهي متوجهه للكل. حاولوا ردوا لي في التعليق اذا نواصل ولا لا باش ما نتعبش هكاك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى اللقاء.